فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. هذا هو الميزان، لأن كل واحد يدعي، كل واحد يدعي من أصحاب هذه الطرق أنه هو الذي على الحق، وأن طريقه هو الصحيح، وأن غيره ضالون ليسوا على شيء. الميزان الذي يضبط لنا الصراط المستقيم وهو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الصراط المستقيم. نعم، لا ما عليه أهل الضلال وأهل الجهل وأهل أدعياء العلم،